بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. الحقيقه النهارده الصبح حبيت اتكلم معاكم، وقبل ما ابتدي الكلام معاكم عايز استفسر عن حاجه معينه. في ناس طول الوقت غلط وشتيمه فيا، مفيش ادنى مشكله، انا عادي بعد الدنيا، لكن انك تأمرني ان انا انزل تعليقك وانت بتقعد تشتمني وتهني وتجرح فيها، حاجتين: يا اما تسمع الكلام اللي انا بقوله، ولو ليك تعليق سواء ايجابي او سلبي قوله بكل ادب وباحترام وانا هسمعك، لكن شتيمه 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 فيا وفي ديني مش هسمعها. النهارده عندنا كلام كتير كتير: هل تم اغلاق ملف سالي نسيم؟ وبعد الصراخ والبكاء اللي هنسمعه النهارده وفي جناز مهيب رهيب، ايه اللي حصل؟ طيب هنسمع حاجات وقصص وملف يوسف بطرس غالي اللي جه بعد 13 سنه وقالوا ان هو بريء، الله اعلم، لكن المحكمه حكمت بذلك وعندنا محكمه عادله. ولكن النهارده فيديو سيده مصريه تعمل بمهنه شاقه بتوزع انابيب عشان توفر لقمه العيش لاولادها، مع 6 اولاد وجوزها راجل مريض. بتقول ان تعرضت السيده المصرية اسمها أم مديحة وعايشة في محافظة كفر الشيخ، لظروف قاسية جدا جدا اضطرت في النهاية انها تشتغل بهذه المهنة الشقة. الست دي عندها 45 سنة وجوزها مريض، محدش بيوفر لها اي لقمة عيش، وعندها 6 اولاد، ما عندهاش غير عملها دوت انها تشيل انابيب على كتفها وتجري وتلف وتشتغل. وبتقول ام مديحة: بشتغل في الانابيب عشان ااكل عيالي المام، وجوزي مريض بقاله فترة قاعد في البيت، وكل ما تمناه ان ام مديحة تعيش حياة فاضلة. وده هي اللي بتقوله: انا عايز اعيش حياة كريمة. من الأخبار التانية بقى، الله أعلم إن كانت ادعاءات ولا كلام، فيديو مؤلفة كتاب المجتمع القبطي المسيحي، همومه وتطلعاته، الفرص المغلقة أمام الأقباط المسيحيين تختلف باختلاف الزمان. الأقباط المسيحيين بيقولوا يعاني عدد كبير من المسيحيين من التمييز ضدهم. وقالت هالة الحفناوي الباحثة في علم الاجتماع ومؤلفة كتاب المجتمع القبطي: همومه وتطلعاته، الفرص المغلقة في المجتمع المسيحي تختلف باختلاف الزمان. وأضافت إن كمان خلال برنامج مساء الخير تقديم الإعلامي إيهاب صبحي عبر قناة ميسات المسيحية الأرثوذكسية، يمكن دلوقتي في فرص تانية ممكن نحاول ان احنا نختبرها او ناخدها، لكن بشكل رسمي مفيش مشكلة، بس طبعا في تصرفات ضمنية موجودة محدش يقدر ينكرها. مش فاهم، زي الكورة مثلا، هموم المسيحيين التمييز، هالة الحفناوي برضه بتقول لابد من ثقافة احترام الاخر، المجتمع محتاج يفهم يعني ايه تعددية، فاهمين انت يا استاذه؟ بتقول لك هالة الحفناوي الباحثه في علم الاجتماع ومؤلفه كتاب المجتمع القبطي: هموم وتطلعاته، ان هناك فرص مغلقه. نفس الكلام بتقول محتاجين نشغل او نشتغل على الثقافه، ومحتاجين وعي عشان المشكله تتحل هنا وهنا، في ممارسات محتاجه اعاده النظر، لابد من ثقافه احترام الاخر، ده على الاقل،
وحد أدنى من الاحترام والحقوق، مش مسؤولية المواطن إن هو اللي يحدد حدود الآخر، والمجتمع محتاج يفهم يعني إيه كلمة تعددية. كلامك ماشي على عين وعلى الدماغ. فرحة كبيرة للإخوة المسيحيين الأقباط. نهني القاضي ديفيد لبيب لتعيينه في المحكمة العليا في نيوجيرسي. ستظل مصر دوما عظيما بأبنائها وأحفادها. ستظل مصر دوما تبهر العالم بأبنائها الذين يبهرون. عظيمة هي مصر بتاريخها الآن واللي شرف كل المصريين. عظيمة مصر بأبنائها في كل مكان. لا شك إن الجالية المصرية في ولاية نيوجيرسي قد ساعدت جدا باختيار سيادة القاضي المصري ديفيد لبيب ليكون أول قاضي مصري تم اختياره من قبل كونجرس الولاية. يعتبر القاضي ديفيد لبيب هو ثاني مصري مسيحي يتم اختياره ليكون قاضي بعد الأستاذة القاضية المصرية شيري ميخائيل التي تعمل في المحكمة العليا في ولاية أوهايو، وهي ابنة أبينا القمص ميخائيل إدوارد راعي الكنيسة القبطية في كليفلاند أوهايو. وجدير بالذكر أن سيادة القاضي ديفيد لبيب عمل من قبل لسنوات في منصب المدعى العام لولاية نيوجيرسي. شيء جميل جدا. وكان قد عمل قبلها لسنوات أخرى محامي جنائي، ومن المعروف أن القاضي ديفيد تخرج عام 2007 واحترف وعمل على مدار أكثر من 16 سنة حتى تم تعيينه قاضيا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وأعربت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تهنئتها للقاضي المصري الأستاذ ديفيد لبيب لتعيينه قاضيا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي ليصبح أول مصري ينال هذا المنصب الرفيع في نيوجيرسي، وهي المرة الثانية في تاريخ أمريكا لاختيار قاضي مصري لهذا المنصب. لقد أشادت سيادة السفيرة سهى جندي بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدا أن لدينا نخبة متميزة من المصريين، ولكن لماذا هؤلاء الأقباط يفتخرون بهم في الخارج بل نفتخر بهم أيضا في الداخل؟ لا ننسى أبدا أن رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يميز بين مسيحي أو مسلم، كلنا أقباط. قبطي يعني قبطك يعني مصري عشان اللي يفهم، مش معناها مسيحي. وديفيد لبيب وأسرته وزوجته السيدة ماريا، ألف مبروك للجالية المصرية في ولاية نيوجيرسي أمريكا مع التحيات. ده من ضمن الأخبار برضو اللي أسعدتنا، ولكن انتظر المفاجأة. المفاجأة الرهيبة بقى، مليون يحرقوا مقرات أمن الدولة. أبو العنين ينشر تسريبات خطيرة لقيادات الإخوان لنعرف الأجيال خسة وندالة الجماعة لهذه الدرجة. كلام لا أقبله أنا شخصيا. نشر المهندس المعماري أحمد أبو العنين عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية يؤكد نيتهم لتخريب مصر ومؤسساتها من أجل السيطرة على البلاد، ويأتي ذلك في إطار ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإرهابية. وما موقف الإخوان مع سالي؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو حالا. وعلق أبو العنين على الفيديو قائلا: أخطر نص ساعة من تسريبات الإخوان للتاريخ والأجيال القادمة، عشان يعرفوا يعني إيه إخوان ويعني إيه خسة وندالة حتى مع شد حلفائهم ومدى ابتزازهم للدولة المصرية عندما تهيأ لهم إنها وقعت في قبضتهم. اسمع عنهم رأي واحد منهم وعاش بينهم سنوات طويلة، عبد المنعم أبو الفتوح، واسمع رأيهم في واحد منهم اتهموه بإنه فاسد ومرتشي، عصام سلطان. وقال كمان في الجزء الأخطر رأيهم في السلفيين وفي حازم أبو اسماعيل بالأخص، لازم يتشاب بالكامل وتفرجوه لأولادكم عشان يستفيدوا
من تجربتنا المريرة معهم مع إخوان الشياطين. وتضمن الفيديو تسريب لخيرة الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يهدد بحرق مقرات أمن الدولة قائلا: لما اصطدم بجهاز أمن الدولة ما عنديش مشكلة، إن أنا ممكن أطلع 1,000,000 يحرقوا المقرات ويمسكوا الناس يحبسوهم هم ويعملوا لهم محكمة شعبية. ده كلام الفيديو، هتلاقوه معايا في اللينك مع تويتر. لكن مش دي القصة، القصة بقى قصتنا مع الأخت الجميلة سالي. بس قبل ما نتكلم مع سالي، بعد براءة يوسف بطرس غالي نبيل النقيب يقترح أن يتولى الملف الاقتصادي، البلد محرومة من الكفاءات لأنهم مسيحيين. إيه ده؟ إيه الكلام ده كل شوية مسيحيين مسيحيين؟ أنا مش بحب الكلام ده، أنا كراجل، أنا اسمي جرجس، إعلامي صحفي، ولا يعني ما بحبش كلمة التمييز، لأن التمييز والحاجات دي منذ الخليقة كان يعني في تمييز في كل الأحوال، ما هياش بين مسيح ومسلم، حتى اليهود كانوا بيميزوا. لا يا جماعة، مش عايزين ناخد الموضوع بين مسيح ومسلم إطلاقا. علق المحامي نبيل النقيب: أي نعم، وأعلم جيدا أن بنتي طلعت من الأوائل على الكلية، وجي بنك فيصل الإسلامي رفض بشكل ودي وقال لك أصل إحنا يعني بنك إسلامي وصعب إنهم ياخدوا مسيحيين. بس مش دي القصة. علق المحامي نبيل النقيب على براءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام. وكتب النقيب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: الدكتور بطرس غالي يعود مباشرة للإمساك بالملف الاقتصادي. الدكتور هاني عازر يعود للإمساك بالملف الصناعي. الدكتور مجدي يعقوب للإمساك بالملف الصحي. المهندس سميح ساويرس للإمساك بالملف العمراني. مش فاهم. طب انا بقول الكلام التقيل ده اللي مش هيحصل، اكيد طبعا، ده ليه؟ عشان بس تعرفوا ان البلد محرومة من الكفاءات لانهم مسيحيين، لاننا دولة اسلامية، وبالتالي المناصب المهمة لا يجوز ان تكون للمسيحيين. طول ما الفكرة دي ماسكة في المجتمع او الحاكم للمجتمع، هيستمر تدهور الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كل شيء هيتراجع. اللهم بلغت، اللهم أشهد. أنا لا أرى أن هناك هذا ظلم، أو أرى هذا أن في ظلم للمسيحيين كما ترى أيها النقيب نبيل، أو نبيل النقيب. مش للدرجة دي، مفيش يعني الظلم البحت زي ما أنت بتقول. في بعض الشركات ما بتعينش، زي السوركي، التوحيد والنور، بنك فيصل الإسلامي ما بيعينش مسيحيين بكل الأحوال، في بعض الوسائط في بعض البنوك وبعض الأشغال وبعض كل الكلام ده، لكن ده أمر موجود في كل الدنيا، يعني مش موجود في مصر بس أعتقد ذلك يعني. ولكن عايز أقول حاجة، الدكتورة سالي نسيم المقال ده لسه مكتوب من 13 ساعة، وما يحيط بنا من ايه بقى؟ من غموض. ازاي؟ الدكتور عادل فرحات بيقول ايه؟ الدكتوره تعدت 30 سنه من عمرها، واسرتها فيها كتير من الكهنه، وفوجئ الجميع ولم يصدقوا تغيير معتقدها دون اي انذار، والحكايه كانت مفاجاه، ولعلها تيقظ من تصدوا لهذا المشهد ويكون لهم كالنفير. ايه ده؟ في ايه؟ في زعر. والمقدمات كانت لها بدايات تحتاج لشرح وفير. الحكايه نبتديها من 40 سنه لما عزل البطرق الاساتذه النابغين من الاكليريكيه كدكتور عزيز سويل ومراد وهبه وغيرهم من المتخصصين، وتم تعيين بدل منهم الاقربون ولم يدرسوا في حياتهم شهاده اعلام، وابتدا التعليم الشعبي، وانتشرت المعجزات الغيبية والمزارات على الدوام، وأنكروا أساس العقيدة المسيحية بإعلان الحلول الموهبي للروح القدس بدلا من الأقنومي، وطفقوا، فضلوا يعلموا. ورغم تراجع الأنبا بشوي عن ذلك في عظته الأخيرة بكنيسة العذراء الزيتون، لكن ما زالوا في الإكليريكية يدرسون ذلك.
والأخطر أنه قيل في كتيب أنه في التناول نتحد بمحبة المسيح لا المسيح ذاته، وإلا فأننا نشرك بالله هكذا كانوا يعزون. طبعا ده كلام كله هبل في هبل، اللي بيكتب المقال ده لا فاهم حاجة في البطيخ ولا أي حاجة. ولو سألت أي حد في مكان عن عقيدة الثالوث وأنهم ثلاثة أقانيم أي ثلاث أشخاص، لأن الإقنوم يعني شخص ذو جوهر واحد، يفاجئونا وسننهم ويطلبونك أنك تستخبر وبالخدمة حدث ولا حرج. طردوا من كل من في بيعتها من كانوا من الخدام دارسون. عايز تقول ايه يا هلهوطة؟ بيقول لك سادة اللعب والمهرجانات والحفلات والفرجة على الماتشات، وكانوا لكل هذا مشجعون، ونشأ جيل بالكشافة، عملوا جيل للكشافة واللعب، بل وجدنا من يستنكر التعليم لأنه ينفخ وكأن المخلص لم يكن يعلم ولا أثنى على من عمل ولا علم، ولكنهم مستكبرون. والأخطر بيترددوا أن البصداء ويقصدون الجهلة يدخلون على الجاهد السمع وليس الدارسون، وتناسوا أن البسطاء يدعون كذلك لأن الروح القدس يسكن فيهم ويوصف بأن الروح بسيط غير مركب، لكنهم مش فاهمين حاجة. وكأن القديس أثناسيوس وكورنلوس بالتعليم جاهلون، وفي التكريس لأي خدمة اختاروا الضعفاء وليس الأفضل لألا يكونوا لسجدتهم ساحبون. وسادة جماعة الحماة الممولون ممن استفادوا من المرحلة ويخشون أن يكون لتعليمهم الخاطئ ذات يوم له كاشفون. فلماذا نندهش من مقدمات أدت للنتائج وأي منصفين للحقيقة؟ هناك ضعف في التعليم أكيد، ومعرفة عقيدتنا برضو أكيد، لأن المسيحيين انشغلوا بالمهرجانات وباللعب وبالأنشطة الرياضية، ما بقوش مليين أولادهم بالحياة والقوة. المسيح أقوى أعظم، وأي نقاش لجيل ضعيف الطبيعي سينهار. فعلا أجيال بقت ضعيفة لأن في خدام ضعيفة مش جارسين ولا عارفين. في ناس كتير قوي بدأت تتكلم بكلام عن البسط، يلاقيه ويقول لك إن جهنم دي عبارة عن سبع مستويات، المستوى الأول عبارة عن إسرائيل وعبارة عن يهوذا الإسخريوطي، وكلام جهل بيتخذه لأن هناك أشخاص بيحاولوا يدخلوا فكر غير مسيحي بالمرة جوه الايه الكلام المسيحي، ويسهل ان يكونوا عقيدتهم ناكرون، فهل ينتفض ما زالوا في ضميرهم بقية يكونوا لتلك الامور مضحكون. طبعا الكلام ده مش استغلوا بقى الجبناء. مين بقى الجبناء دول؟ الشخص اللي عامل نفسه أو هو كان مسيحي، تحرك جديد ضد الثلاثة محامين الذين يسؤون للمسيحية. كتب الناشط القبطي أيضا رامي كامل على تطور جديد في قضية سالم نسيم ومجموعة من المحامين الذين يقومون بإثارة الفتنة، حيث أكد بأنه تم تحريك شكوى بنقابة المحامين ضد الثلاثة المحامين الذين يسؤون للمسيحية ويكسبون من الشوء الإعلامي لعمليات التحرك الديني في مصر بما يسيء للمسيحية ويهدد وحدة وسلامة الوطن. فأما أن يتحرك مجلس نقابة المحامين والسيد النقيب ضد هؤلاء القلة المسيئة أو يظهر المجلس والنقيب انحيازات طائفية، إن نقابة المحامين نقابة وطنية، ونرى أن من واجبها ودورها التصدي لهؤلاء لتطهير المهنة من دعاء الفتن. فالعمل القانوني ليس مبارزة طائفية تحرك الوطن. نتقدم للنقابة ومجلسها الموقر بالشكوى وننتظر أن يكونوا على قدر المسؤولية بنزع هذا الخبص الطائفي. مقدم الشكوى سعيد فايز وجرجس بباوي وتامر فهيم. النيابة الكلية بالبحر الأحمر تبدأ التحقيق مع كل من باسم صبحي ومعاز عليان وهاني جعفر وآخرين. على الجانب الآخر قام كل من سعيد فايز وجرجس بباوي وتامر فهيم بتقديم بلاغا ضد عدد ممن يمارسوا جرائم ازدراء للمسيحية ويشير المجتمع المسيحي في مصر ويتسبب في اشتعال أي مواقف أو مشاكل يمر بها أي مسيحي يقرر تغيير ديانته تحت أي ظروف، فيقومون بإثارة الرأي العام بمقايداته قد تحرك الوطن، مؤكدا بأن البلاغ يحمل رقم 36677 لسنة 2023، مطالبا الجميع المحامين بالتضامن معه
مؤكدا بأن حرية الاعتقاد مكفولة بالدستور، ولكن الهجوم على العقائد والمكيدات التي تهدم الأوطان وطننا مصر الحبيبة لها عقوبتها، ونطالب القضاء المصري باتخاذ موقف واضح من هؤلاء، إما مع احترام العقائد والحفاظ على الوطن، أو مع استمرار الوضع حتى يخرج من الطرف الآخر مختل يتبنى نفس المنهج. من هي يا سالي نسيم؟ حتى الكل يتكلم عنها، مسيحي أو مسلم، من هي ومن هو الذي يعطيها هذا الشأن الرهيب؟ ولماذا هناك الكثير من المسيحيين أسلموا وهناك الكثير من المسلمين قد أصبحوا مسيحيين؟ هل هذه الضجة لأجل شخصية لها أقارب مسيحيين وأعلنت إسلامها؟ لماذا؟ طبيعة بشرية، هي إنسانة طبيبة بشرية من كومومبو، ومعيدة في كلية طب أسوان، وأمينة خدمة في الكنيسة، وإنسانة في غاية من الأدب والاحترام والتربية والأخلاق والهدوء، شقيقتها الأكبر مهندسة ومتزوجة من رجل دين، أي كاهن أي قسيس، وداخل عائلتها أكثر من رجل دين، أباء كهنة، تنتمي إلى عائلة مشهورة بمدينة كومومبو بأسوان بداخل العائلة، رجال وأعمال ناجحين جدا ومشهودة لهم بالطيبة والأخلاق والسمعة الطيبة. الدكتورة سالي نسيين طبيبة ناجحة في عملها ومعيدة أيضا في الجامعة، ونشأت في أسرة متدينة قريبة جدا من ربنا، وخادمة أمينة ومواظبة على التناول والاعتراف والحياة المسيحية بكل تفاصيلها. وفجأة بدون أي مقدمات الطبيبة قررت أن تغير دينها. الجميع أصبح في حالة ذهول، كيف لطبيبة من عائلة بهذه المكانة الدينية والاجتماعية وعمرها 31 سنة، فلماذا تقوم بهذا العمل؟ لماذا؟ القصد، معاذ عليان الشخص الذي يحاول دائما بس السموم في فتيات المسيحيات ببساطتهم، ولكن هل يحق له؟ وخطوة أخرى من رامي كامل ضد كل من يسيء للمسيحية، كما كتب الإعلام والصحفي جرجس قدسي بمدونة في اليوم السابع أونلاين بلوجر، وقال على صفحته أيضا بالقيام وبالتعاون مع الكثير، بلاغ ضد كل من يمارس جرائم وازدراء للمسيحية ويسرون المجتمع المسيحي في مصر ويتسبب في إشعال أي مواقف أو مشاكل يمر بها أي مسيحي. وحينما يقرر المسيحي أن يقوم بتغيير دينته له الحق، ولكن ليس لإثارة الرأي العام والفتنة، مؤكدا أن هناك حرية الاعتقاد مكفولة بالدستور، ولكن الهجوم على العقائد والمقيدات التي تهدم الأوطان لها عقوبتها، ونطالب وهجوم شرس ضد قناة الملك والأمير التي يقودها جرجس قدسي. بعدما كتب وتكلم الكثير والكثير عن سالي نسيم، والتي أكد فيها بأن الدكتورة سالي نسيم بالفعل قد أعلنت إسلامها، وإنما فعلت ما فعلته من أجل سيطرة الكهنة حسب ما قالت داخل عائلتها، هناك الكثير يخطئ، هناك الكثير يخطئ، ولكن ليس من الحق أي شخص أن يهين المسيحية. وكل الشكر لنيابة الكلية بالبحر الأحمر الذي بدأت في التحقيق مع باسم صبحي ومعاذ عليان وهاني جعفر والكثير. نحن نعلم، وما نشره الناشط المصري بالسويد مايكل عزيز البشموري تعليقا على واقعة اختفاء الدكتورة سالي نسيم بنت مركز كومومبو، وأكد فيها تأملات حزينة. الدكتورة سالي نسيم هي ضحية العبادات الطقسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والذي خلقت أجيال قبطية مفرغة من الداخل لا يتمتعون بشركة حقيقية مع المسيح وكنيسته. هذا الضعف الإيماني سبب اهتمام رجال الدين بالمظهر الخارجي للعقيدة دون الاهتمام بجوهرها من الداخل. فالسبت
بنظر هؤلاء القادة أهم من الإنسان كما كان يفعل اليهود. لقد تم تفريغ الإيمان المسيحي من مدمونه وملء هذا الفراغ بمسكنات، وهي لا تمت بصلة لتعليم الإنجيل، وعوضاً عن ذلك باتت المهرجانات الكنسية والرحلات الترفيهية وبناء المزارات وتكريم الموتى أنه البديل الإيماني الزائف الذي يقدم للمؤمنين اليوم. هذا الإيمان الزائف لا يغني القلب ولا يشبع الروح، والنتيجة تجمدت الكنيسة في فطورها الروحي، وانتقل هذا الفطور إلى وجدان المؤمنين. فالمؤمن العادي أصبح اليوم يدخل الكنيسة للاستماع قرابة الساعتين للغة غير مفهومة، اللغة القبطية في القداس، ومشاهدة طقوس كهنوتية غير معلومة، ليتولد بداخله يوما بعد يوم إيمان ضعيف وهش. وهذا الإيمان الهش سيزول وينتهي عند تيقن المؤمن مدى الفراغ الذي أصاب كنيسته، فيبقى أمامه خيارين: إما البحث عن ينبوع آخر، الانضمام لطائفة مسيحية أخرى يجد فيها الشبع الروحي المحروم منه، أو اعتناق دين آخر وإنكار المسيح. وأنا ضد هذا الكلام الذي يقال، ضده بالكامل. نعم، أربع قرارات النيابة العامة في حق متهم ترافع أمام المحكمة وهو سكران في الإسكندرية. وصلت هذه قررت نيابة المنشية بالإسكندرية التحقيق مع محامي وجهت له الاتهام بالترافع أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية وهو في حالة سكر أثر تعاطي كحوليات، وذلك بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية. وقد أصدرت النيابة أربع قرارات بحق المحامي المتهم، تدمر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق والتجديد له في الميعاد القانوني واستعجال الاستعلام عن كاميرات مراقبة محل الواقعة وتحرير فيش وتشبيه له. كان المدعي عين ألف لام محامي حضر المرافعة على المتهم سين سين في قضية التجارة بالمخدرات المقيدة بجنايات العمارية ثاني، وتبين المحامي في حال التعاطي مواد كحولية خمور، وتبين أن المذكور كان يتحدث بتلعثم أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسى رئيس المحكمة، وعدم احترامه قانون المرافعة أمام المحكمة وحضوره أمامها في حالة سكر. تحفظ حرس المحكمة على المحامي وجري تحرير محضر وباشرت نيابة العامة للتحقيق. قد قداسة البابا تودروس الثاني يعزي مطران جنوب الولايات المتحدة في نيابة. قداسة البابا تودروس الثاني يعزي مطران جنوب الولايات المتحدة في نياحة القمص كورولوس مقار. أرسل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القراصنة المقصية رسالة التعزية في نياحة القمص كورولوس مقار، كان كنيسة القديس العظيم والقديسة العذراء مريم والشهيد العظيم مريمينا بمدينة كليوراتو في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقال قداسة البابا في تعزية ما على رجاء القيامة: نودع كاهنا مباركا وخادما أمينا خدم العلم والوطن كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص في محبة واتضاع وبذل. لقد كان هذا الأب الكاهن عالما في تخصصه العلمي وأنجز الكثير كأستاذ جامعي مرموق، وكان من نصيبي أن أكون طالبا جامعيا تتلمست على يدي خلال سبعينات القرن الماضي. ما أجمل وما أحلى، ما أجمل وما أحلى هذه الكلمات الجميلة. وعندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية، شهد له كل من تعامل معه وتمتع برعاته ومحبته بكل وداعة: إنني أحمل لأبونا كورولوس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة في قلبه، أشعر بخسارة كبيرة في رحيله، ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه ونطلب تعزيات سماوية لنيافة المطران الأنبا يوسف ومجمع كهنة الإبراشية المباركة، وأيضا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملا وكل أسرة الفاضل، خالص تعزيات القلبية لأسرة أبونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته لبارك المسيح حياتكم، يعطينا جميعا النهاية الصالحة. وقدم نيابة الحبر الأنبا يوسف مطران تكساس فلوريدا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية تعزيل أسرة المتنحى القمص كورولوس مقار، شمامسة خدام وخادمات الكنيسة القديسة العذراء والشهيد مريمينا نيابة عن الأحبار الأجلاء الأنبا بيزر والأنبا جورجي ومجمع كهنة وشعب الإبراشية. ويذكر أن أعلن الكنيسة القديسة العذراء والشهيد مريمينا صباح اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو نياحة القمص كورولوس، وسوف تقام الصلاة على جثمانه اليوم السبت، يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو
شكرا لكم احبائي اعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم امين. لا تنسوا الاشتراك في القناه وقناه الملكه والامير، وان شاء الله هنكون معاكم في كل جديد. اوعوا 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 تخافوا من اي حاجه، خليكم مؤمنين بكل شيء. شكرا لكم احبائي واعزائي على استماعكم الفيديو، سامحوني ان اخطات في القراءه او في اي حاجه، لكم مني كل العز والكرامه. يا رب احمي مصر، حافظ على البابا تودروس، حافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي، ابعد عنا الغلاء والوباء، ابعد عنا كل شر. شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى كل الخير، وصلاتنا جميعا لكل ابنائنا في الثانويه العامه، وربنا يديهم على قد مجهودهم، ولكل مجتهد نصيب. شكرا لكم احبائي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. صباح جميل، صباح جديد، اليوم الجمعه من 7 يوليو 2023. عندنا احداث كتيرة وكلام كتير، صور وتفاصيل عن اسرة حادث مدينتي الزوجة صيدلانية والزوج وطبيب بيطري، وقصة سالي نسيم، وقرارات صادمة من البابا تودروس، وعندنا كلام الحسيني تعليقا على الشائعة للخبر، وعندنا كمان استشهاد 4 راهبات وهنعرف ايه السبب، ولميس الحديدي تكشف الحقائق المرة. طبعا كلام كتير وكلام غير يعني هنقوله بالتفاصيل، صور وتفاصيل عن أسرة حادث مدينتي الزوجة صيدلانية والزوج طبيب بيطري بالكويت. كشف التفاصيل أن الصيدلانية ضحية حادث مدنيتي هي بسمة علي حسنين القليط، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة طنطا عام 2006 وهي تعمل في وزارة الصحة الكويتية. تزوجت بسمة من طبيب بيطري يعمل في الكويت أيضا، هو حمدان زكي، وأنجبت منه 3 أطفال، ياسين 11 سنة وينور 9 سنين وبالأصغر أحمد 7 سنين. وكانت الأسرة في عطلة بالقاهرة، حيث يملكون منزلا في منطقة 19 بلاد بمدينة في القاهرة الجديدة. وحسب روايات شهود العيان فإن الواقعة بدأت بعد أن صدم ياسين الابن الأكبر إحدى السيارات بسكوتر خاص به أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، ولذلك خرج الأب ومعه أولاده 3 وزوجته للبحث عن صاحب السيارة والاعتذار له والتعهد بتصليح السيارة. خرج الضابط صاحب السيارة ودار النقاش بينه وبين الأسرة، ثم نشبت مشادة كلامية بينهم، لذلك حاول الطبيب البيطري إنهاء الأمر والعودة للمنزل سريعا، لكن الأسرة كلها فوجئت بالضابط يقود سيارته ويدهش الجميع خلال عودته من منزلهم، ويتسبب في وفاة الأم بسمة وإيقاع إصابات بالغة بالأطفال، فيما تعرض الأب حمدان لإصابات طفيفة. بعد الواقعة مباشرة سلم الضابط نفسه للنيابة العسكرية، وتم نقل الأطفال والأب إلى المستشفى للعلاج، أما الأم فقد شيعت جنازتها في موقف مهيب من مسجد بمدينة بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأسها، ودفنت بمقابر العائلة هناك. على الجانب الآخر تبين أن المتهم هو الابن الوحيد لوالده الذي يعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وهو من مواليده عام 95، والتحق بكلية الطب العسكري وتخرج منها عام 2019، ثم تخصص في طب الأورام. وأعلن المتحدث العسكري إحالة ضابط للمحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد والشروع فيه، وذلك على خلفية وقعة دهس صيدلانية بمنطقة مدينتي شرق القاهرة. تكشف تفاصيل عن الأسرة ضحية الحادث، وقال المتحدث أنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن وقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية، فقد تم تحرير المحضر رقم كذا جناح عسكرية قسم الشرطة التجمع الأول، وأكد أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات وقيدت بالقضية برقم 170-2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة، مضيفا أنه أسند للمتهم جرائد القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطيا لعزيمة القضية، وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. وشدد المتحدث العسكري كامل احترام القوات المسلحة لمبدأ سيادة القانون، كما أعلن تقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والتهنئة بالشفاء العاجل للمصابين، وللأسف الأم ماتت.
الحسيني تعليقا على شائعة حظر استيراد سلع، ايه قصة الناس اللي فرحانة بالبؤس؟ علق الإعلامي يوسف الحسيني على تداول منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصدور تعليقات منسوبة لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد وعدد من السلع لمدة 3 أشهر، وانتقد الحسيني خلال برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الفضائية القناة الأولى رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الشائعة على أنها حقيقية. أغلب الناس لم تتحقق من هذه الشائعة، محدش كان له خطر ويبص على موقع الوقائع الرسمية عشان يشوف هذا القرار صدر ولا لأ، ولم حد يدقق بالأرقام والتواريخ ورقم العدد. حاجات بسيطة مش بتاخد وقت، وفي أقل من 60 ثانية هتقدر تتحقق من هذه القرارات متسائلا إيه قصة الناس اللي فرحانة في البؤس. القرار ده لو كان حقيقي هيبقى كارثي. المفترض تقلق على بلدك وتقعد تفكر، ليك حق. المطران بول هندر استشهاد 4 راهبات يكشفن للآخرين عن محبة يسوع المسيح. وأيضا الحديدي لميس الحديدي تعليقا على براءة يوسف بطرس غالي الاقتصاد العظيم المفترى عليه. علقت الإعلامية لميس الحديدي على براءة الدكتور يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك. وقال الحديدي عبر حسابه الرسمي على الموقع، وأخيرا بعد 12 سنة قاسية رحلت فيها زوجته وتغرب هو وأولاده، البراءة الأخيرة للاقتصاد العظيم المفترى عليه يوسف بطرس غالي. وتابعا كنت أعجب من صلابتك، كلما التقينا لم تيأس، لم تتوقف عن العمل، احترامك العالم في سلطتك وفي أزمتك، لكن العدالة البديهة دائما فيها ظلم كتير. قضت محكمة شمال القاهرة المعاقدة بالعباسية ببراءة يوسف بطرس غالي وهو وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك. وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن مشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليون و791 ألف جنيه غرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ. وأسندت النيابة المتهم بأنه في فترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرار وزاري لرقم 165 سنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقلة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك هي في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارة دون موافقة مالكية بتخصيص 6 منها لموكبه الخاص و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن قيمة تلك السيارة بلغت 35 مليون و790 ألف، ما أدى لاستهلاك هذه السيارة أراد بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 سنة 63 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارة بحالتها لاستسلامها لملكها بعد سداد الرسوم أو بيعها أو إيداع نصيب ملكها. أما البابا يصدر القرار وعودته إلى القاهرة بعد تعفيه من العصر السابع، وصل إلى المقر البابوي بالقضائية المرقسية العباسية قداسة البابا طاووس الثاني قادما من مقره بمنطقة كينج ماريوت في الإسكندرية بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ حوالي شهر. واستقبل الآباء المطهرين والعساكبة قداسة البابا بحفاوة بالغة، حيث كان في انتظار قداسة البابا في الساحة الخارجية للمقر البابوي، وتوجهوا معا إلى صالون الاستقبال الرئيسي بالمقر تحت قداسة البابا عن الحالة المرضية. وتحدث قداسته عن الحالة المرضية التي تعرض لها، مشيرا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة والتي عاد قدسته بعدها ليبدأ مباشرة جلسات المجمع المقدس التي تخللها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع لعرض وبحث العديد من الموضوعات الرعوية. ولما حال ضرورة توخي الحذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة الناتج عن التواجد في أماكن مكيفة يليها التواجد في أماكن شديدة الحرارة وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع، وأشار قداسته إلى أنه حرص على الالتزام بالبرنامج المعالجي بكل دقة مما ساهم في سرعة تعافيه، ناصحا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوي على أكمل وجه، ومع تجنب التعرض لمتاعب صحية والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية، لأن الصحة وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها. ومن جهتهم أعرب الآباء الحضور البالغ عددهم أكثر من 78 أب عن تهنئتهم لقداسة البابا بعودته وتعافيه، متمنين لقداسته المزيد من الصحة وأن يمنحه الله القوة والمعونة ليقود الكنيسة ويرعى ابنه وهو في ملء الصحة وكامل العافية. وأما بالنسبة للقرارات التي صدر قداسة البابا في شأن الدكتورة سالي نسيم، قرارات صادمة وهذا ما نليه فيما بعد، وكل الشكر وكل الحب.
انتظر معي والمفاجأة ومعاز عليان وماذا فعل مع الآباء الكاهنة بكنيسة كومومبو وأيضا باسم صبحي وكثير من الخراف التي ضاعت. ولكن المفاجأة انتظر معي لنهاية الفيديو، سوف ترى الكثير والكثير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. فيديو رهيب، وما زال التحدي وما زال الهجوم على المسيحيين بطريقة مجهولة، طريقة صعبة. متشددون يهاجمون وفاء صادق لإشعلها شموع في الكنيسة، وترد عليهم أروح الجامع الكنيسة المعبد أنا حرة. شن المتشددون هجوما على الفنانة وفاء صادق كونها نشرت صورة لها وهي توقد الشموع داخل كنيسة المركز الكاثوليكي للسينما، وتداول رواد التواصل الاجتماعي منشور منسوب لوفاء صادق يؤكد أنها فنانة حقيقية لا تغازل المزاج السلفي، حيث رددت خلاله على هؤلاء المتطرفين وجاء بنص بوست توضيحي: أنا ست حرة على كل المستويات، محدش له عندي أي حاجة، مسلمة وموحدة بالله وبحب ربنا وعلاقتي بيه تخصني، مؤمنة بكل الأديان وبحب ستنا مريم قوي، خير نساء العالم، أروح الجامع، أروح الكنيسة، أروح المعبد، أنا حرة، وأي حاجة حلوة أو وحشة، صح أو غلط بعملها في النور، ربنا بس اللي ممكن يحاسبني، أنا مش بداري ولا بخاف من حد ولا على وش الأرض. فبلاش الوعظ والرسائل الخاصة، الشاطرين قوي اللي معاهم مفتاح الجنة يظهروا للناس، مش على الخاص، الرسالة وصلت وخلاص. فيديو نقيب أو نبيل النقيب لتنظيمات أسلمت المسيحيات، هتطفش بعد منك بعد شهر، مش هتتحملك لأنك هتعملها على أنها ملك اليمين. استنكر المحامي نبيل النقيب وجود تنظيمات متشددة بمصر هدفها أسلمت المسيحيات القبطيات، جاء ذلك خلال تعليقه على أزمة الدكتورة سالي نسيم من مركز كومومبو، وتعمل طبيبة بمستشفى أسوان، والتي قيل إنها اعتنقت الإسلام خلال أيام فقط على حين فجأة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بترحيب متشددين باعتناق سالي نسيم الإسلام. وقال النقيب خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: ما انت بكده قطعت أرحام البنت دي وهي مش فاهمة حاجة في الإسلام، أتحدى إن كان عندها فكرة واحدة عن أي حاجة في الإسلام، مش فاهمة أي حاجة، وهتطفش منك بعد شهر أو شهرين لأنها مش هتتحملك لأنك هتعملها على أنها ملك اليمين. صباحكم سعيد، واستكمل معايا الكلام الجميل اللي احنا هنقوله تاني وتالت ورابع، وليه بنتكلم الكلام دوت مش كده هراء وخلاص والكلام دوت. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. عايز اقول وحابب اقول حاجه يا صديقي معاذ عليان، هذا هو صليبنا، ده صليبنا، له كل الحب والمجد، الصليب الذي نزل رب المجد وتجسد في صورة المسيح وفدانا بدمه وسفك دمه واتهان واتف واتبصق عليه واتلطم بالألم عشاننا احنا، طالع بصور ربما تكون حقيقية او يهمية، ويشهر ويزعن ان الاخت سالي نسيم أسلمت. حبيبي أسلمت ما أسلمتش ده شيء يرجع لها، لا هي هتزود الإسلام ولا هتنقص المسيحية، ولا هتزود المسيحية ولا هتنقص من الإسلام، لأن كلنا هدفنا هدف واحد وهو عبادة الله الواحد. كل المسيحيين بيعبدوا ربنا، لكن يجي واحد زيك يهين أو يهدد
كاهن الكنيسة ويطالب بالقبض عليه؟ يا راجل ده انت وباسم صبحي اللي طالع حتى مش عارف يقول هو ليه ساب الديانة المسيحية، وكلامك انك تقول ان احنا عبدة الاوثان. حبيبي عمر ما كان المسيحي بيعبد وثن، ده بيعبد الله الخالق. ده انت حتى في الاسلام عندك بتعترف يعني ايه بالمسيحية، بتقول اني واوصيكم بايه؟ ها باهل الذمة اهل الكتاب ومنهم قصوصا ورهبانا. يعني الاسلام عارف ان في مسيحية وفي مسيح، وكلمة مسيح يعني جه يمسح خطايانا، خطية آدم وحواء اللي سقطوا منها، ومن أجل عشان إبليس. لو أنت تلاحظ هو عيد الضحية ده ليه؟ كانوا زمان بيقدموا أضحية من أيام أبونا إبراهيم ليه؟ عن الخطية بتاعت آدم وحواء، فكان لازم يكون في ذبيحة دائمة وتستمر إلى مدى الأبد، وكان الذبيح السيد المسيح الذي ذبح اتذبح اتصلب اتسفك دمه عشان احنا. اما وضعك انك تطلع وتقعد تهين او تعمل او تستغل ان البنت خرجت عشان تكسر اهلها لظروف احنا لحد دلوقتي مش عارفينها وتشهر اسلامها، ممنعش ولا اقول ان فعلا اختها طلعت وقالت ان هي جت يوم 17/6 وكلمت ابوها في التليفون وقالت له يا بابا انا غيرت ديني واتحولت للاسلام، ويقال ان هي مجرد ما ابوها طلب منها ان هو يقعد معاها وافقت، لكن لما عرفت ان خالها وجوز اختها الكهنة هيقعدوا معاها رفضت. احنا مش عارفين برضو ايه الاسباب، جاي يكونوا هم ضايقوها في حاجة معينة نرفزوها في حاجة معينة. ما الكاهن دوت بني ادم زي وزينا بيغلط، كلنا خطاه، ربما هي تكون عملت حاجة مش كويسة. ما هي ما شككتش بالدين ولا كلمت اي كاهن في تشكيك في الثالوث، زي ما بيقولوا ان احنا بنعبد ثلاث، نحن لا نعبد ثلاث، وشرحتها كذا مرة وقلت قرص الشمس، الشمس القرص ما بقدرش أشوفه، الآب الشعاع بشوفه بعناية، الحرارة اللي أنا بحس بيها الدفء الروح القدس. مش مهم أنك تفهمني ولا المهم أنك تعرف، لكن أنا بعبد إله واحد، بعبد نؤمن بإله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. أما التفاصيل موضوع إقنوم الآب وإقنوم الابن وإقنوم الروح القدس وكل واحد وليه دور، عايز أقول لك على حاجة. أنا كراجل اسمي جرجس، حلو، دلوقتي أو إيدي راحت ضربة واحد بالقفا، هيقولوا إيه جرجس الإيد اللي ضربت، ولا هيقولوا إيه جرجس اللي ضرب؟ ما هو جرجس عينيا، واخد بالك انت نفس الكلام، اتفقعت، هيقولوا العين اتفقعت ولا عين جرجس؟ الشخص نفسه يا ابني يا حبيبي. كوباية الشاي، الشاي اللي الشاي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية وعبارة عن سكر وعبارة عن شاي، وبيمتزجوا ببعض وبيعملوا حاجة واحدة. هل معنى كده ان الشاي ده هو الشاي لوحده؟ ينفع يتعمل شاي لوحده؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه مية، ممكن ما يكونش فيه سكر، براحتك. نفس الكلام الكيكة، الكيكة عبارة عن ايه؟ عبارة عن عجين وخميرة حاجات كتير، لكن بتسمى في الاخر ايه؟ كيكة. الله هو الله، الله العظيم. لكن تقدر تقول لي ان الله ربنا يقدر يظهر في صورة انسان؟ يقدر يظهر في صورة انسان، حتى في العهد القديم التوراة ان ربنا ظهر، واخد بالك، ظهر في شكل انسان عجوز وقابل يعقوب وصرعه. ده العهد كمان القديم اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول كده، التوراة. يا جماعة الله زي ما انت بتقول خالق السماء والارض يقدر يعمل كل حاجة، اللي خلاه خلق السماء وخلق الانسان وخلق كل حاجة، بعيد عليه انه يعمل اي حاجة؟ مش بعيد انه يعمل عليه حاجة، لكن
إبليس لما وقع وسقط وحب إن هو يكون زي ربنا، ده كلام تاني. فالأخت سالي لما تيجي وتقول أنا أعتنق الإسلام أو أنا رايح على الإسلام، مفيش أدنى مشكلة. إحنا عايزين نعرف يعني إيه السبب الحقيقي اللي خلاها. ما تقوليش أصلها اقتنعت إن الإسلام هو دين الحق. يا سيدي مفيش مشكلة، أنت شايف إن دين الحق ده حاجة ترجع لك، أنا لا أشكك في أي حاجة أنت بتقولها، لأن كل واحد ودينه غالي عليه. لكن هم كل هدفهم الحزن أهلها. انت برضو لو تتخيل انت كراجل مسلم واختك وسابتك وراحت لدين اخر، مشكلة. لما في شاب الابنوب عماد لما اخطأ في الشات في حق الاسلام، احنا ما سكتناش وقلنا ما يصحش، بس طبعا الاخ المسلم طلع ذكي وعمل له شورت سكرين للكلام اللي هو قاله. هو قاعد يستفز بنشيد الانشاد وانه النشيد الانشاد ده بيتكلم عن الحاجات الجنسيه وان هو مش عارف ايه. يا سيدي خلاص هم حرين وبيتكلموا على الحاجات دي، لك الحريه انك تتكلم في حاجات معينه هم بيوصفوها بوصفات ضمنيه مش وصفات حقيقيه صريحه. احنا كمان لما بنيجي ابونا زكريا بطرس بيتكلم عن الاسلام بكلام مستفز او مهين لا يمكن ان نقبله تماما. يعني مش من حقه ان هو يجرح حد. السيد المسيح والتلاميذ وبولس الرسول وبطرس الرسول جم يبشروا المسيحيه بالسلام بالمحبه بدون التجريح. السيد المسيح قال لك جئت لاكمل لا لانقذ، ما جاش عشان ينقذ اليهوديه بل عشان يكمل. قال لك لا تقل العين بالعين والسن بالسن، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. جه يصلح. هل معنى كده ان اليهودية كانت ماشية غلط؟ لا، لان اليهود كان قلوبهم غليظة، حنجرتهم قبر مفتوح، كانوا دايما ربنا يقول لهم، حتى كان يقول لهم من يريد ان يطلق امرأته بل يعطاها ايه؟ كتاب، كان يسمح بالطلاق، فاهم ازاي؟ عشان الناس دي كانت غليظة، زي زمان سدوم وعمورة، الناس كان جينوا حذرهم يا جماعة ابوس رجليكم، ربنا زعلان، ربنا متضايق، ابدا لحد ما جه وسدوم وعمورة، حتى ان ربنا زعل ان هو غضب الغضب وودى وعد ان ما يحصلش ان هو ما يعملش هذا الشيء تاني. لكن حكايه انك تيجي تتكلم وتيجي تقول كان يوماني وتيجي تقول اصل انا مطالب بالقبض على القصه انطونيوس، يعني لا ده منطق وده عقل. وانت القصه انطونيوس عمل ايه يعني؟ هو خطف سالي ولا حبسها في دير ولا الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده. زي ما انت بتيجي تقول وانتوا عارفين تماما ان الدير ده دير مكان للعباده والصلاه، وزي ما ابتدعوا وقالوا اصلهم بيشيلوا اسلحه. يا حبيبي الحكومه لو عارفه ان في دير واحد بيتشال فيه اسلحه لكانت دمرته، لكانت اشعلت فيه. ده ناس باعت نفسها وراحت وبعدت عن العالم كله وراحت الصحراء عشان تصلي وتتعبد لربنا، تتعبد لربنا. اسلوبي مش عاجبك، حقك عليا، بس من غير ما تشتمني ما تتفرجش عليا تاني. ليه؟ انا دي اهو بتكلم بالعاميه عشان الحب والصداقه تبقى. اما تجريحك فيا انك تقعد تجرح فيا كمسيح، يا عبده الاوثان، يا عبده الصلبان، ومش عارف ايه يا ابني، مش عارف ايه المحرقي، مش عارف مين سمعان المحرقي، ولا يا ابني مين ايه المحرقي اللي انت قصدك تقول بيها البني ادم المتخلف اللي مش عارف حتى يتكلم ولا يقول اي حاجه. يعني يا بيقول لي يا ابني برسوم المحرقي، ايه مش فاهم ايه معنى، يعني ايه معناه يا ابني برسوم المحرقي؟ يا عبده الاوثان، يا عبده الصلبان. يا حبيبي انا لا اقبل، لا انت تهني ولا تهني. حتى رسول الاسلام قال لك ايه؟ لكم دينكم ولنا ديننا. مفيش داعي ان احنا نجرح في بعض ونقطع في بعض كل الكلام ده اطلاقا. لما اجي بقول انزل فيديو اقول اشعال النار في سال الدكتور سال نسيم، هي المسيحيين شايفين ان هم كده كده كانها اشعلت في نفسها. لا، ما تركت المسيحيه رايهم وجهه نظر في نفسها كده، يقول لك يا خرجت عننا، خرج زي ما انت بتجي تقول سبك دمه، لقد ايه بعد، يعني مش عارف ايه، مهدور دمه، نفس الكلام. هي مش مهدور دمها، هي لا خلاص كانها ولعت في نفسها. مع السلامه.
لكن نقعد نجرح ونقيل بعضينا واحنا كلنا عايشين في بلد واحنا وطن واحد يا حبيبي؟ في حرب 73 كان المسلم والمسيحي بيحاربوا مع بعض، صدقني مفيش داعي ان احنا نهين ونجرح وكل الكلام ده. ما يجيش زي واحد معاه عليان اللي بيقبض فلوس من الخارج، ولا باسم صبحي ده اللي اشهر اسلامه عشان يتشير اكتر. الله للكون، واحنا ملناش الحق ان احنا نحاسب بعضينا. اللي يخطئ قتل عمل اي حاجه في قانون، لكن ان انت تيجي تحاسبني على ديني ولا انا احاسبك على دينك اطلاقا. شكرا ليك احبائي واعزائي، واتمنى لكم كل الخير، وربنا يا رب يعني يجعل دعائكم كل سلام، كل عام وانتم بخير، وسلام الرب يكون معكم.